ليست مركزا سياحيا وحسب، بل أصبحت مدينة إسطنبول سوقا كبيرا للاستثمار العقاري. الكثير من العرب يتهافتون على شراء المنازل في هذه المدينة، فهذا الأستاذ الجامعي إدريس يجد في إسطنبول ما يريده من حيث الجودة والخدمات والأسعار، لكن الأهم الحصول على جواز سفر. هنا في تركيا بالذات للناس اللي ممكن يشتروا عقارات بما يوازي 250 ألف دولار، ده بيعطيهم كمان الجنسية، واللي هي دي معناها خدمات تعليمية صحية غير كده. الاستقرار هو أهم ما تبحث عنه الجاليات العربية في تركيا، وهذا ما يفسر تقدم العراقيين والليبيين على غيرهم من أبناء الدول العربية في اقتناء المنازل في تركيا. أنه شراء العقار في تركيا من ناحية السعر أقل من البلدان في الشرق الأوسط، وأيضا الشيء الأهم من هذا هو الأمان. عوائد اقتصادية كبيرة تجنيها تركيا في تسويق القطاع العقاري أمام الأجانب، وهذا ما يدفعها إلى تطوير هذا السوق والاهتمام به بشكل متواصل. من أهم عائدات فتح السوق العقاري أمام الأجانب دخول القطع الأجنبي إلى البلد، ولهذا دورته الاقتصادية التي تعود بالفائدة على الكثيرين. تقلبات سوق الصرف في تركيا والتجاذبات السياسية بين الحكومة والمعارضة قد تخيف المستثمر الأجنبي، لكن تبقى السوق التركية محل جذب للباحثين عن جواز سفر يوصلهم إلى مبتغاهم. التملك العقاري ومن ثم الحصول على الجنسية في تركيا قد يكون سهلا بعد توفر الكلفة المالية، لكن الاندماج في المجتمع التركي قد يكون على عكس ذلك، ربما لاختلاف اللغة والعرق والمفاهيم القومية، غير أن التشابه في بعض العادات والتقارب الديني قد يختصران من المسافة في اندماج العربي في المجتمع التركي. أحمد غنام، العربي، إسطنبول.